نكمل الجزء اللي ابتديناه الصبح من الدفاعيات. تاني نقطة عاوز أقولها، احنا أول نقطة اتفقنا إن احنا بنرجع للكنيسة. تاني نقطة، مفيش خطورة على الإنجيل. بمعنى إيه؟ الإنجيل بيتهاجم بقاله أكتر من 2000 سنة، لأنه من العهد القديم ممكن يكون بيتهاجم، بس الهجوم زاد في العهد الجديد أوي، وبيتهاجم من كل من هو ليس مسيح. يعني الرومان هجموا، اليهود حاولوا، كله بيشكك. كل الناس دي راحت لحالها والإنجيل قاعد، وقاعد بمئات اللغات وانتشر. فتاني نقطة في الدفاعيات، ما تضطربش لما تلاقي هجوم على الإنجيل، ما تنزعجش، لأنه الإنجيل أقوى من أنه يقع لمجرد واحد قال أنا لقيت غلطة، أنا عندي سؤال ملوش حل. لا، ما تنزعجش. هي الخطورة مش على الكتاب، هي الخطورة على اللي بيشك، هو اللي ممكن يكعبل أو يعصر لو ما لقاش إجابة. لكن كإنجيل ممكن يتهز؟ لا لا، مش هيتهز. لما طلعت دافينشي كود، ومش كان اسمه دافينشي كود اللي بيهاجم الإنجيل؟ يعني إن العالم افتكر إن الإنجيل هيقع، يعني الفيلم اتنسى خلاص ومحدش بيبص عليه. الفيلم ده كان بيهاجم بدرجة ما إن الإنجيل ده مطبوخ يعني على اليد، وإنجيل يهوذا هو الأصل، عادي وتنسى. انجيل برنابا لما طلع وعمل فرقيعة في وقت، برضو الناس افتكرت ان الانجيل هيتهز. لا، كل دي حاجات كده بتطلع وتنزل، لانه احنا عندنا وعد كتابي بيقول لا تظنوا اني جئت لانقض ما جئت لانقض بل لاكمل. الحق اقول لكم الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. يبقى مش هيحصل ان الانجيل يروح، فاحنا مش منزعجين واحنا بنحارب عن الانجيل، لا، الانجيل بيحارب عن نفسه. فما تخافش مهما هجموا على الانجيل، لانه عادي، ياما اباطره يعني حطوا في دماغهم يوقعوا الانجيل. مره تاني يقول زوال السماء والارض ايسر من ان تسقط نقطه واحده من الناموس. يبقى الانجيل غير معرض للفناء مهما اتخبط فيه. في اخر ايه في الرؤيا في تنبيه مهم كمان، لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. يبقى عندنا تحذير أنه الكتاب ده يعني اللي يقف ضده هو هيأذي روحه، لكن الكتاب نفسه مش هيحصل له حاجة. ثالث نقطة مهمة في الدفاع عن الكتاب، عندنا مبدأ مهم اسمه الحرف يقتل والروح يحيي. أغلب اللي بيهاجموا الكتاب بيهاجموه في حرفه، يمسك كلمة أو جملة ويعتبر أنه إيه، لا قال إيه. الكتاب احنا اتفقنا بنفهمه في الكنيسة، والكنيسة دايما بتسلمني الكتاب كمفهوم مش كحروف. وعشان كده تلاحظوا ان الانجيل ترجم الى مئات اللغات من بدري، في كتب اخرى كانت غير قابله للترجمه الا قريب قوي من اجل بس ايه، اغراض معينه. لكن حقيقه الانجيل من اول يوم كان قابل للترجمه، لانه الحرف اليوناني اللي كتب به الانجيل ليس مقدسا. فاهمين الفكره؟ ما عندناش حرف مقدس للقبطي ولا اليوناني. فالآية تقراها انجليزي، تقراها فرنساوي، تقراها عربي، المهم المفهوم بتاعها، المفهوم هو اللي يفرق. فده مبدأ كتابي مهم. ودي آية بتقول ايه، نكون خدام عهد جديد لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. مثلا اليهود خدوا موضوع السبت بشكل حرفي جدا، المسيح جه في نظرهم كسر السبت، في نظرهم كده، لأن هم ناس حرفيين. بس هو كان يقصد يكسر الحرف مش يكسر السبت. المسيح قال وصية السبت ليها مفهوم، هم طلعوا بره المفهوم إلى تطبيق حرفي. قضية القربان مثلا كان يقصد اكرموا أباكم وأمهاتكم، هم حولوها إلى تفسير حرفي، هات قربان على اسم والدك تبقى عملت اللي عليك.
كل دي مفاهيم غلط لأنها حرفية. قضية الحلف بالمذبح تاخدوا بالكم من دي، المسيح زي ما تقولوا صخر به. قال لهم هو أنهي أسهل، أنهي أهم، المذبح ولا القربان اللي على المذبح؟ أصل هما في الفتاوي اليهودية يقولوا إيه، من حلف بالمذبح لا يلتزم، من حلف بالقربان اللي على المذبح لازم يلتزم. فقال لهم هو أيهما أعظم، المذبح ولا القربان اللي على المذبح؟ ده المذبح هو اللي بيقدس القربان. يعني إذا تفسيركم الحرفي أنه لو حلفت بالقربان، القربان يعني الذبيحة في ذهن اليهود، لازم تلتزم. كل دي شروحات يهودية حرفية رفضها المسيح. قضية اللحمة في العهد الجديد دي تؤكد قوي فكرة الحرف. ليه؟ ايه القضية؟ حد عارف قضية اللحمة؟ هو في بلاد زي كورنثوس ابتدوا الناس تشتري من السوق لحمة، ففي ناس ابتدت تتوسوس تتغشش، اللحمة دي مدبوحة على اسم إله معين، ففي ناس تقول ايه، معلش بس اللحمة هي اللحمة ناكل. في ناس قالت لا، اذا كانت مدبوحة على الإله الفلاني يبقى احنا بنغلط في حق ربنا. فبعتوا البوليس يسألوا، قال لهم يا جماعة ما فيش حاجة اسمها إله آخر، اللحمة هي اللحمة، وإن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل إيه لا ننقص. بعدين قال لهم بس أقول لكم بقى، يبقى هنا التفسير الأساسي إيه، اللي عاوز يأكل يأكل. قال لهم بس لو في واحد من إخواتك هيشوفك بتأكل اللحمة فيتلخبط إيمانه ويتصور أنك بتعبد المسيح وبتعبد فينوس، لا بلاش تأكل لحمة أحسن، إن كان اللحم يعصر أخي لن أكل لحمة. يبقى هنا بعد ما قال زي ما سموه إيه في الأول، الفتوى الأساسية، أنه اللحمة هي اللحمة والأكل ما يوديش ولا يزودش، رجع قال لا ما تاكلوش لو في احتمال عصرة. يبقى واضح أن الموضوع مش حرفي. ليه؟ لأنه ممكن تاكل يبقى صح وممكن ما تاكلش يبقى صح. فهمت الفكرة؟ يعني لو ما كلتش حرصا أن الآخر لا يعصر صح، ولو كلت بضمير مرتاح انه اللحمة هي اللحمة برضو صح. فهمتوا الفكرة؟ اذا اجابتين لنفس السؤال اه ممكن، لان الحرف يقتل. لو انت في مكان وانتوا في مكان والمكان الناس عقلة وعينيها هادية ومش هيبقى في مجال للعصرة، خلاص براحتكم. لو المكان لا طبعا العيون مشكلة والمنظر هيبقى مستفز، يبقى نفس التصرف مش هيبقى مناسب، لان بيحكمني قانون اخر روحي اسمه ايه، مش عاوز اتعب حد، مش عاوز اعثر حد. فهمتوا الفكرة؟ طب هو العوم خطية؟ العوم مش خطية، واضحة المبدأ. فهنا الحرية دي بقى، الحرية دي بتاعتنا احنا، مش بتاعت اللي بيهاجموا الكتاب. فاحنا بالنسبة لنا الكتاب المقدس مدينا مساحة من الحرية حتى في التطبيق، عندنا الروح مش الحرف، فاحنا ناس مش حرفيين. مثلا احنا عندنا الصلوات مثلا اسمها صلاة التسعة وصلاة الست، لكن لو تأخرت ساعتين يعني مش خطية، يعني المفاهيم دي مش بتاعتنا، صلي بس على قد ما تقدر وخلاص. واضحة الفكرة؟ هل ترجمة الكتاب للغات أفقدته العصمة؟ لا، لأن العصمة للمعنى مش للحرف مش للجملة. واضحة الفكرة؟ قدسية المعنى اللي قصده المسيح، والمعنى ده قلنا اللي الكنيسة قالته، اللي الكنيسة شرحته، مش معنى طالع من دماغي أنا. هل العنصر البشري في النسخ أفقد الكتاب مصداقيته؟ يعني الكتاب كان بينسخ؟ لا، كان بينسخ، وممكن نلاقي حرف نقص في نسخة. هل كده النسخة باظت؟ لا، أنا يهمني المقصود، المعنى هو الأساس. يبقى جوهر الموضوع أهم من صياغته، والروح القدس في الآخر لا يخطئ. احنا بنقول قواعد في الدفاع عن الكتاب. القاعدة الأولى الكنيسة هي المرجع. القاعدة الثانية مفيش خطورة على الكتاب مهما حصل. القاعدة الثالثة دايما دور على المعنى أو الروح مش الحرف. القاعدة الرابعة، الكتاب المقدس ليس كتاب علم ولا يخاطب علماء
ولا يتكلم باللغة العلمية. يعني إيه يا جماعة؟ في ناس بقى تحاول تطلع من الإنجيل علوم. الحقيقة اللعبة دي غلط خالص، لأن الغرض الأساسي للكتاب المقدس مش أن يقدم تاريخ ولا جغرافيا ولا جيولوجيا ولا أناتومي ولا فيسيولوجي ولا جيولوجي ولا أي علم. الكتاب المقدس بيحكي مين ربنا ومين الإنسان والعلاقة بينهم وموجودين ليه ورايحين على فين. فالكتاب كله بيكلم في موضوع حياتنا الأرضية والأبدية. هل معنى كده أن الكتاب مليان أخطاء علمية؟ لا، ملفوش أخطاء علمية. بس عارفين دي زي إيه؟ زي ما تمسك كتاب لنجيب محفوظ أو مصطفى محمود وتقول الجملة اللي قالها دي غلط لأنها لا تتفق مع علم الفلك الحديث. هو نجيب محفوظ بيكتب فلك؟ ده بيكتب أدب. إذن الجملة اللي بيقولها لا يراعي فيها الدقة العلمية، لأنه مش بيتكلم مع أساتذة الفلك ولا تلامذة علم الفلك، يتكلم مع الجمهور، يتكلم مع الشعب. الكتاب المقدس بيخاطب البشر مش بيخاطب علماء. فلما يطلع واحد يقول لك التسلسل اللي قايله موسى في تكوين واحد علميا خطأ، الحقيقة مش خطأ، بس هو مش مكتوب بأسلوب علمي. لو مكتوب بأسلوب علمي كان لازم يقول كام مليار سنة في الحقبة الأولى اللي ما كانش فيه كون واضح المعالم وحاجة اسمها مش عارف السديم. لو هنتكلم كلام محدش فيكم هيفهم بقى، هنجيب عالم يقول حاجة اسمها السديم وكذا مليار سنة. الكتاب المقدس بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض وكان على الأرض ظلمة وما كانش في حاجة، وبعدين كان قال ليكن نور. ليكن نور ليها تسمية في العلم بقى وتفاصيل كتير قوي، بس ده مش كتاب علم. إذن الكتاب المقدس لم يخطئ علميا ولكنه لا يتكلم علميا. إيه الفرق بين دي وبين دي؟ لم يخطئ علميا يعني ما فيش خطأ علمي حقيقي في الكتاب، بس أساسا مش بيتكلم لغة علمية. يعني مثلا في فرق بين أن أنا بقول أنك تبلع تاكل وتبلع، وبين أن أنا أقعد أتكلم في تفاصيل المضغ والبلع والهضم. أنا لو شخص طبيعي بكلم ناس طبيعية ما لهمش في الطب وبتاع، وقلت لك الأكل حلو وعجبك، ما كلمتش خالص في أي ناحية فسيولوجية. بس اللي أنا بقوله لا يخالف النواحي الفسيولوجية، بس هو مش بيتكلم بأسلوب في دقة علمية. إذن محاولة استخراج العلوم من الكتاب دي محاولة خايبة. عارفين ليه؟ لأن العلم أساسا بيتغير. النهاردة بيقولوا حاجة، بعد كام سنة بيقولوا حاجة تاني. لو أنا بقى بسقف للعلم بقول له لقيت لك آية تمشي معاك، وبعدين طلع كلامه غلط، ده أنا صغرت نفسي أو فاهمين الفكرة؟ كلام ربنا أعلى من أي علم. ثانيا العلم هيوصل لإيه؟ بيخلي الناس تموت بعض. والعلم يعني إدى سعادة ولا إدى حياة أبدية؟ فإذا لما يجي واحد يخبطك في الإنجيل من منظور علمي قول له صدقني أنت بتقرأ الكتاب غلط، هو الكتاب ده مش كتاب علم. يقول لك يعني اللي فيه غلط؟ لا مش غلط، بس هو لا يتكلم لغة علمية، لا يراعي الدقة العلمية، لأنها دي تنفع مع طالب علم. ده مش طالب علم، ده طالب حياة. اللي جاي يقرأ الإنجيل بيدور على الحياة، لأن الكتاب قال لنا العلم ينفخ ولكن المحبة تبني. ويقول سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجاهل الله حكمة هذا العالم؟ إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. يعني إيه؟ قد يتهم الإنجيل بالجهل، ما يهمكش، لأن المسيح اعتبر جاهل والتلاميذ اعتبروا جهلة، اختار الله جهال العالم. فممكن عالم يمسك الإنجيل يقول ده أسلوبه ضعيف قوي، ده ما فيهوش علم. ماشي، احنا ما قلناش من الاول ان احنا بنقدم لك كتاب علم، بس العلوم اللي معاك مش هتوصلك. فاكرين الحكايه المشهوره بتاعت كان راجل عالم كده وركب مركب مع مراكبي، وفي السكه طول السكه عمال يقول له قريت التاريخ ده؟ ده كتاب تاريخ، اللي ما قراهوش ضيع نص عمر. قال له ما بقراش يا باشا.
ومسك له كتاب جغرافيا وبعدين كتاب مش عارف بيولوجي وكتاب ايه، وكل ما يسأله يقول له اسف مش بقرا، فيفضل يقول له انت ضيعت نص عمرك وربع عمرك وبتاع. وبعدين الموج عالي فقال له انت بتعرف تعوم يا دكتور؟ قال له لا. قال له يبقى ضيعت عمرك كله. فهمت الفكره؟ ان الكتب دي يعني يجوز تضيع جزء من عمرك، بس لو كنت بتعرف تعوم يبقى انت ضيعت عمرك كله. فالانجيل مش بيحكي علوم. مرة تاني المسيح قال أحمدك أيها الأب رب السماء والأرض أخفيت هذه سر الله، يعني عن الحكماء والفهماء. يبقى تاني أي نقاش علمي اهرب منه، لأن الإنجيل لم يكن كتاب علم. واضحة الفكرة دي؟ ده مش معناه أن في معلومة خطأ، لا، كل اللي ذكر في الكتاب صح لكن لم يذكر بصيغة علمية. وطبعا في إثباتات لكده كتير، يعني مثلا في علم الجيولوجيا اكتشفوا كتير من الأماكن اللي موجودة في سفر يشوع وسفر التكوين والخروج، الآثار ثبت أنها ما زالت نفس الأسماء اللي مذكورة في الكتب دي، عمرها قديم قوي. يعني التكوين بيحكي حكايات من 5000 قبل المسيح، الخروج بيحكي 1500 قبل المسيح، فلقوا نفس الكلمات. إذن في حجج، ومع هذا احنا مش بنقعد نتكلم في حجج، مش قضيتنا، كتاب بيحكي الحكاية عادي، فراح من هنا لهنا وخلاص. وبرضو العادات نفسها، عادات الشعوب، يعني طلعت انها عادة من عادات الشعوب القديمة، لما الست تكون ما بتجيبش عيال تجيب عيال من الجارية بتاعتها. دي تنبهكم لإيه؟ قصة مين؟ قصة إبراهيم على طول، فهمتوا؟ دي عادة في عادات الشعوب 2000 سنة قبل المسيح. فانت مستغرب القصة النهاردة، انت مستغربها لانك انت بتقرأ الف بعدها باربعة الاف سنة، لكن لو رجعت 4000 سنة ورا 2000 قبل المسيح هتلاقي ده الطبيعي، الجيل ده بيعمل كده. عشان كده تلاحظوا الكتاب ما استغلطش ابراهيم 100% في الحتة دي، ما حسناش بجرم قوي، احنا النهاردة زعلانين منه قوي طبعا، لكن القصة ايه؟ زي اللي عدت، يعني كأنها مش غلطة ضخمة، لان في زمانهم في طبعهم كان ده الطبيعي. وضحت؟ يبقى في حاجات انت بتعرفها باي ذا واي، بس مع كده احنا مش بنطلع الانجيل كتاب علم. ليس من الضروري ان يتفق الانجيل مع العلم في كل شيء. يعني افرض اختلف العلم مع الانجيل، ما تضطربش، لانه طبيعي هيختلف، لان العلم نفسه متغير كل شوي، العلم نفسه بيتغير، فانت ما تضطربش. لو العلماء قالوا الحتة دي مش مظبوطة او احنا شايفينها كده، طب وماله، ربنا معاكم، بعد 20 سنة هتقولوا كلام مختلف. العلم بيغلط نفسه كل شوية، لكن الانجيل اثبت منه العلم متغير، والعلم يحاول التأله. يبقى احنا خدنا 4 قواعد لو انتوا فاكرين، ها 4 قواعد في الدفاع عن الكتاب. ها، القاعدة الاولى الكنيسة هي المرجع، القاعدة الثانية مفيش خطورة على الإنجيل مهما تهاجم، القاعدة الثالثة الحرف يقتل، مش بدافع عن حرف، أنا بدافع عن معنى بس، أخيرا العلم، الكتاب مش كتاب علمي لكن المعلومة اللي فيه مظبوطة بس مش متقالة بطريقة علمية.